كان إيجار وسواء كان تمليك. صحيح. المشكلة الحقيقية إحنا اليوم عدم وجود، أنا أقولها يعني وبصراحة، عدم وجود جدية حقيقية من الحكومة في حسم هذا الملف. والله يوم شنو يعني موظفين موجودين بالوزارة. استاذ علي، هي الحكومة شو تريد تسوي؟ قرار وصدرته، غير أكو وزير مسؤول على وزارته، مسؤول على تنفيذ القرارات. إذا الوزير، لو افترضنا وزير مالي أو غير وزير مالي، أكو وزير ووزارته ومدراء عامين ووكلاء وموظفين مسؤولين عن تنفيذ القرارات التي تصدر من الحكومة العراقية أو البرلمان. الحكومة صدرت قرار بعد، انتهى دورها. أستاذ قيس، هنالك عدو علما وزير يعطوا راتب وتخصيصات وغيره وغيره. أستاذ قيس، هنالك القانون عندما يصاغ ويطبق لابد أن يتابع. أنا مو أعطي تعليمات وما تتابع، يعني إحنا سنة بعد سنة تعليمات. مثلا راح أعطيك مثال، عندنا قانون الاستثمار الصناعي على هيئة الاستثمار الوطنية لسنة قانون رقم 13/2006 اللي تابع لهيئة الاستثمار الوطنية. تمام. يملك الصناعي بنسبة 15% من القيمة الحقيقية داخل حدود البلدية، و 5% من القيمة الحقيقية خارج حدود البلدية. زين. لحد الآن هذه المعامل لم تملك ولم ينحسم ملفها في كل المحافظات. الطين محافظة واحدة هسه بها معمل أو معملين يتملكهن، إلا بما يعني إلا بقنوات أخرى. هذا الملف، ملف الصناعة، مفروض ينحسم، يعني تشكل لجنة بوزارة المالية. هذه اللجنة تتابع قضية تمليك الصناعي. يعني اليوم أنت ما تصير 5 سنوات، يعني أنا راح أعطيك مثال، أكو معاملة موجودة هسه بوزارة المالية بزمن وزير المالية السابق، بزمن حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي، وإلى اليوم الملف لم يحسم. بيا دائرة هاي بالضبط؟ يعني بيا دائرة بالضبط؟ بالدائرة، يعني الملف تصعد من عقارات الدولة، من مدعقات الدولة إلى أن تذهب بالوزارة المصادق عليها. فمشاكل كثيرة يعني. يعني من ضمن الأمور بالمالية قضية إفراز وتوحيد الأراضي حصرا بيد الوزير. يعني إذا أنت مشروعك الصناعي على قطعتين أرض تابعات للمالية، على مود تفرز هذا المشروع يعني تفرزه لقطعة موحدة، لابد أن تحصل على موافقة الوزير حصريا لمن؟ لفرز هذا المشروع. شلون تحصل الوزير والله؟ ما تحصل الوزير، يعني المعاملة تروح، قلت لك وزير يطلب ووزير يطلع والمعاملات ما جاي تخلص. هذا احنا نطلب من الحكومة، برنامجكم الكريم واستاذ علي نعيم اليوم ممثل التنمية هنا موجود رجل ويانا، نتمنى من الحكومة أن تكون لديها جدية حقيقية في تشكيل لجان بالمالية بتسريع هذا الملف. يعني مو قضية صعبة، يعني اليوم ماكو صعوبة أنه أنا مثلا أشكل لجنة من موظفين المالية وأقول لهم تعالوا هاي مشاريع الصناعية، يا راح ندخلكم دولار وراح نقضيكم على البطالة وراح نوفر لكم أمور كثيرة وراح ندعم المنتج الوطني وراح نسوي هاي الأمور كلها. فبالتالي إحنا محتاجين دعم حقيقي لهذا الملف. أتمنى من